زين. الكهرباء حقيقة وزارة الكهرباء إذا سمحتي للاستدفاء. تفضل. إحنا ما نقول تهويلة، هي فعلا كانت أكو شكاوي بهذا الجانب، لأن كنا بالمقر المسيطر وكنا نستلم الشكاوي تباعا، كانت أكثر من 90% على موضوع الكهرباء. الكهرباء في مركز المدينة تم حقيقة تجهيزنا بأكثر من 1450 إلى 1650 ميجا، ولكن المشكلة كانت في النقل والمشكلة كانت في التوزيع، عدد المواكب حقيقة وارتفاع درجة الحرارة اللي أدى إلى استخدام عدد كبير من المكيفات، الأجهزة اللي كانت تدخل اللي هي أجهزة الحقيقة الشواء والمخابز الكهربائية كانت تشكل ضغط على موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء تم التداول به مع معالي وزير الكهرباء، وأيضا بحضور دولة رئيس الوزراء عندما عقد اجتماعات الخدمية والأمنية، وأيضا احنا كنا كمجلس محافظة أمس الساعة 10 لحد الساعة 11 ناقشنا هذا الموضوع مع دولته، وأوعز بإيجاد خطة استثنائية وليس تقليدية لحل مشكلة الكهرباء بمحافظة كربلاء عفوا، ومن الغد ستبدأ أعمالها. يعني هو اليوم أطلق أكثر من 37 مشروع، حزمة مشاريع في الطرق، في الساحات، في المجسرات، في السلالم الكهربائية، بتجهيز الآليات، بمشاريع ماء جديدة. 37 مشروع من أصل 107 مشروع يتم تمويلها من خلال برنامج الزيارات المليونية، وأوعز بأن تكون خطة خاصة لموضوع الكهرباء. فاللي أتمناه فعلا أكو شكاوي، ولكن إحنا علينا يعني نتفاعل مع الجانب الإيجابي. 21 مليون نسمة ستفرح، يعني لك أن تتخيلي هذا العدد الهائل.